زين بتكلم معاك عن وش قلت لك انا بسالك سوا نسيت مو خوش مضيئه صايره ام عثمان ايش والنعم فجر السعيد والنعم. الحين بما انها وجه لها تحيه ولو ان شويه ها زعلتني انت بس لا ترقصين سامري الامور العلاقات بين البلدين تكون جيده ومالي يا اختي ايش في السامره؟ ايش في السامره؟ نصكم انا قايله انا نص انا ضغط عمري بعمري من غير لا احد يضغطني اي والله بس هي زعلانه فانزاتك ما لها شغل انا ترى فانزات الفنان ما لها علاقه ما انا ما اقول لهم روحوا هم مو واحد صورتي كاتب فانز نهى نبيل فزعه بعد عمري الله يحفظهم اكرم من فانزاتي ما تدري اكرم انا كان من فانزات قوبي فانزات قوبي انا على فكره لما اكرم هدده بقوبي وين كنا ايه بسالك عن استاذه فجر السعيد اوجه لها ايضا حلوه هذا قاعده بقناتكم اوجه لها تحيه المهم مؤخرا لما رجعت مره ثانيه عودتها من خلال برنامج هنا الكويت وقامت تطرح مواضيع وتتكلم باريحيه البعض قام يقول انها غارت من مي العيدان وتبي تسرق الاضواء منها ببرنامج ايضا بنفس مستوى جراه كشف حساب. هذا كلام غير منطقي واللي يقولوا له واللي يقولونه اسمحي لي يا حاله اوكي ام عثمان من قبل البرنامج من التسعينات من بلشت كتابة وإنتاج رجعي لأرشيف الوطن القبس الأنباء شوفي تصريحاتها شلون قاعدة كانت تصريحاتها نارية كان نارية أوكي يعني أنا ما نصالها يعني أيام السنة اللي كان فيها الإسكافي وهي نسيت ما كان عندها ما أدري كان عندها عمل ثاني بنفس الوقت قالت انا ارفض اسقاطات عبد الحسين عبد الرضا في الاسكافي. كان في اتذكر التصريح في يعني في الوطن. انا هي طبعا هي مو علامه فارقه. هي كان لها دور كبير للكل 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 هي فارق هي كانت فارقه عن الجميع. شلون تعرفتوا على بعض البدايه شلون كانت؟ ما في معرفه كان. بس التقيته انا عن الحلال والحرام شفتها مره واحده ايام ما كانت القرار الاخير التقيت فيها في مستشفى البحر كنا انا وزهره رايحين زهره خرجي ورايحين نزور انتصار الشراح في مستشفى البحر كان انتصار الله يطول بعمرها فنانتنا الكبيره كان مشكله في العيون كان مشكله بالعين ارتفع كنا الضغط او شيء ما قامت تشوف يعني كان التقيتوا مؤقت انت وام عثمان كانت انا ما ادري كنا ناطرين في المواقف كانت وياي زهره في السياره وما قالت لي من الطرف الثاني اللي جاي يعني ندش عليه على انتصار ما قالت لي بعدين جت صفطت يمنا كانت ام عثمان السيده فجر السعيد وكنا كانت معاها يا اضوى السعيد او نوف السعيد يعني ما اركز بالضبط وهذه المره الوحيده اللي انا شفتها التقيت فيها هذه اول مره اوكي صار كل شيء بالصدفه في 2011 طلبني سعود الورع انزل عنده في الله يرحمه ويغمد روحه لانه في برنامج سير علينا اوكي نزلت انا كل سنتين ثلاثة اطلع لقاء واحد أو لقاء بالكثير ما أحب اللقاءات وخصوصا إن إحنا قاعد نشوف في ناس وايد إعلامية بالسالفة نزلت الموضوع كان فاني الدنيا كانت حلوة وايد فهني شاهد على هذا الموقف كان نايف شاهر طلع لي من الكنترول أعطاني تليفون كانت أم عثمان على الخط إيه كانت أنا بيش برنامج عندي وعطتك مساحه تعبرين فيها عن نفسك على كيفك حريه انت المعده؟ انا المعده؟ انا لهاليوم ما حد يعد لي انا المعده انا المقدمه شلون؟ انت انا قلت لك اياها من قبل وبقولها الحين من عيدان انت كنت وزاره اعلام متنقله ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله انت ماسكه اليوتيوب مالي واليوتيوب كل يوم فيه محتوى جديد طبعا انت تقصين الحلقات انا اللي قصص انت تمنتجينهم انت المعده انت المذيعه وارد انزل على انستغرام وانت تكتبين المانشتات والعناوين وتنزلين بوستات بانستغرام
وتتقدين بسناب؟ اي شلون؟ بس الحين مقلله انا سناب، لان سناب ولوبس، لان لوبس بعد هذا نسيناه بعد. هذا اي لانه ما بيحرق نفسي عن البرنامج. ما تحسين انك قاعد تعطين الاعلام وايد من وقتك؟ ما صار في وقت حق مي نفسها؟ لا انا ما عندك وقت حق نفسك؟ عندي وقت، كل شيء قاعد اسوي. تروحين السوق؟ روح السوق. بس الحين بس السؤال نهى، اليوم الاونلاين خلاك تروحين السوق؟ تبين كود خصم؟ وين نمشي ولا؟ طالع سناب يا فعلش، طالعين سناب انت ما تطوفين ولا سناب ضبطك. ها لا لا لا، فاقول لك ياها، ام عثمان تفوق اي اعلامي. غيرت يعني في النهايه، انتم دائما متاثرين باراء بعض. لا هو نتصادف، نتصادف تتفقون على مواضيع بس اوكي. مو ان انت قاعده توصلين رايها او هي توصل رايها. لا 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 لا، الخبره هي تفوقني في السياسه. انا ما افهم بالسياسه، ما افهم. انت تخصص فني اكثر شيء. تخصص فني، اعطيني فن اوكي، لكن ام عثمان سياسه، اقتصاد، فن، اعلام. يعني انا لما يعني في شيء اخاف منه اشورها.